انا ما بقدرش ارسم، ما بقاش ليا نفس ارسم كتير زي الاول، بمجرد ما اجي امسك القلم بسيبه تاني، ما بقدرش اكمل. يا ترى ايه السبب؟ السلام عليكم، ازيكم فنانين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم كريم عادل. مبدئيا كده قبل ما نبدا في الفيديو بفكركم لو لسه ما اشتركتوش في القناه انزلوا اشتركوا من الزر الاحمر تحت الفيديو مكتوب على الاشتراك او سبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس عشان تبقوا من فريق الاشعارات الكبير جدا اللي اول ما بينزل الفيديو او الاول ما بينزل الدرس بيدخلوا يعملوا لايكات وكومنتات. وما تنسوش تدعموني طبعا بلايك على الفيديو ده، لان اللايك هو الدعم المعنوي لينا كيوتيوبرز. ويلا بينا نخش في الشرح. انا ما بقدرش ارسم، ما بقاش ليا نفس ارسم كتير زي الاول، بمجرد ما اجي امسك القلم بسيبه تاني، ما بقدرش اكمل. كلها اسئله بتسالني منكم كتير جدا جدا جدا، واظن ان الموضوع ده بيعدي علينا كلنا كرسامين. مبدئيا يا شباب، الحاله دي اسمها حاله ارت بلوك. الارت بلوك ده هو ان بتجيلك حاله خمول مؤقته، مش هنقول دايما، هي مؤقته، لكن في بعض الاشخاص بيكون عندهم الحاله دي مثلا اسبوع، في اشخاص تانيين بيكون اسبوعين، في بيكون اكتر، في شهر، وفي ناس بتخش معاهم سنه. دي بقى هي المرحله الخطيره، ان الارت بلوك ده لسه هنتكلم عنه ان شاء الله، لما يعدي بيك لاكتر من شهرين او ثلاثه ويخش معاك في سنه، دي هي المشكله الكبيره اللي هنتكلم فيها دلوقتي. طيب، هل الارت بلوك ده بيجي للرسامين بس؟ لا، الارت بلوك ده بيجي لاي حد عنده موهبه، بيجي له خمول من الموهبه اللي هو بيأديها. طيب، ده بيكون نتيجه ايه او ناتج عن ايه؟ غالبا انا هتكلم عنها احنا كرسامين، لان طبعا الحالات الثانيه انا مش عارفها. تقريبا احنا كرسامين الحاله دي بتجي لنا نتيجه حاجتين. اول حاجه الكلام السلبي، غالبا الكلام السلبي، وده بيكون الفنانين المبتدئين اكتر من المحترفين طبعا، اللي هو اي حد يكلمه كلمه فيحس ان هو نفسيته اتوترت شويه فيجي له خمول من موضوع الرسم ده. تاني حاله هو الروتين الممل. الروتين الممل ده فيما معناه وهو رقم واحد فيه هي الاوردرات او طلبات الرسم. طبعا معظمنا ان ما كانش 70 او 80% بنشتغل طلبات رسم. الفنانين اللي شغالين طلبات رسم عارفين اكبر عيب فيها هو الروتين الممل، انك لو دخلت في دوامة الطلبات هتبدا كل يوم تشتغل في طلبات رسم، مفيش حاجه بتتجدد، اللي تنام فيه تصبح فيه، مفيش اي حاجه جديده. الاوردرات بتكون وقتها ضيق، وقتها ضيق يعني بتكون ضاغط نفسك في وقت معين انك تسلم الاوردر فيه، وفي نفس الوقت انت شغال في صوره انت مش حاببها، فبالتالي نتيجه ده، نتيجه التكرار، مش هقول لك من اوردر ولا اتنين، نتيجه التكرار ده لمده شهر او اتنين هتبص تلاقي نفسك زي ما بتنام زي ما بتصحى، بقيت حاطط نفسك في حته الاوردرات، نقلت نفسك من منطقه الموهبه لمنطقه الشغل التام. تمام، وهنتكلم عن الموضوع ده في درس لوحده، لان في شباب كتير منكم بيقولوا لي ازاي نقدر نرسم اوردرات من غير ما يكون عندنا حاله اللي هو احنا مش قادرين نرسم، مش عايزين نرسم. طبعا دي بتجي لنا كلنا برده، بس هقول لكم على الحل بتاعها ان شاء الله في فيديو تاني. خلينا بس النهارده في الارت بلوك، لان ده مهم جدا جدا، مدمر ناس كتير مننا، وقلنا سببها حاجتين اللي انا ذكرتهم. لو انا واحد رسام وجالي الحاله دي اعمل ايه؟ يعني جالي حاله ان انا خلاص باجي ارسم بسيب القلم، ما بقدرش اكمل، بدل ما كنت برسم كل يوم بقيت برسم مثلا كل اسبوع مره، كل اسبوعين مره، بالصدفه كده ما بقتش عند الشغف بتاع زمان اللي هو كل يوم عايز ارسم ومش عارف ايه والكلام ده كله. طيب اعمل ايه؟ انا هحكي لكم تجربتي انا، وهقول لكم الخطوات اللي انا نفسي بمشي عليها. تمام، فحضرتك حابب تاخد بيها؟ تمام، مش حابب تاخد بيها، بس انا عن نفسي بتجيب معايا نتيجه والله. وانا دلوقتي يعني خد الكلام ده من واحد حياته كلها في الرسم، يعني انا دلوقتي حياتي كلها 24 ساعه في الرسم، انا ما عنديش اي حاجه تانية غير الرسم اعملها. فنركز وحاولوا تفهموا كلامي كويس جدا بالخطوات اللي انا بعملها. اول حاجه يا شباب، انا زيكم بيجي لي الحاله دي، وجات لي كتير جدا، وكانت بتجي لي كتير جدا في الفترات اللي فاتت خصوصا انا مبتدئ. طيب كنت بعمل ايه؟ اول حاجه واللي دايما بنصح بيه، انك دايما لازم تشترك في جروبات رسم. ليه تشترك في جروبات رسم؟ علشان جروبات الرسم دي هيكون فيها مستويات عاليه جدا، محترفين، فنانين محترفين. فانت لو عندك حاله الخمول دي وشفت شغل الفنانين المحترفين ده هيعجبك، هيكون عندك غيره، الغيره دي موجوده جوه اي حد فينا، اي حد بيرسم عنده الغيره دي، بس بتختلف ان كانت غيره سلبيه ولا ايجابيه. الغيره السلبيه اللي هو انت بتشوف شغل اعلى منك، بتعمل حاجتين، يا اما بتحسد يا اما بتحبط، الاثنين غلط. تمام، الغيره الايجابيه اللي انت بتشوف شغل حد احسن منك فبتغير ان انت تبقى عايز توصل له، تبقى عايز توصل لنفس المستوى ده. فاهمين وجهه نظري؟ ففي فرق بين الغيره دي والغيره دي. تمام، فانت لما تشترك في جروبات الرسم وتشوف شغل الفنانين العالي ده الجميل جدا الاحترافي، انت طبيعي كواحد رسام كفنان هتغير ازاي، اشمعنى هم بيشتغلوا، ازاي انا عايز اشتغل، هيجي لك حماسه كده. عارفين انتوا الاحساس ده اللي هو انت شفت شغل جميل جدا فعايز تشتغل، خلاص جات لك الشغف. ده اول مفتاح من مفاتيح كسر الارت بلوك، انصحكم
تعملوا بيه. تمام يا شباب، اشتركوا في جروبات الرسم، وطبعا بالنسبه لجروبات الفيسبوك برشح لكم جروب فور ارت، هسيب لكم اللينك بتاع الجروب في الديسكريبشن بوكس تحت. جروب ممتاز جدا، الجروب ده بتاعي وبتاع شباب فنانين معايا، مجموعه من الفنانين كبار جدا ومحترفين جدا، هتلاقوا عليه مستويات عاليه جدا ومستويات اكاديميين يعني دارسين وغير دارسين، وهتلاقي مستويات احترافيه. لو تابعتوا لوحاتهم اللي هناك هيجي لكم الغيره اللي انا بتكلم عنها دي، واي حد عنده الارت بلوك ومش قادر يرسم هيرسم ان شاء الله بعد ما يشوف مستويات الفنانين دي. يبقى ده يا شباب اول حل. تمام، تاني حاجه، لو انت واحد بتشتغل اوردرات، لو انت واحد بتشتغل اوردرات والرسم بالنسبه لك يومين 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 وجات لك الحاله دي، انصحك ما تكملش، انصحك تقف لمده اسبوع او اسبوعين بالكتير، اسبوع او اسبوعين بالكتير، اكتر من كده لا ما تقفش. تمام، لانك لو استمريت، لو حاولت تغصب على نفسك وتستمر اكتر من كده، يعني ممكن الارت بلوك ده ينقلب لانك تكره الرسم خالص. تمام، فعشان نكون متفقين، لو انت الرسم بالنسبه لك حاجه يوميه زي كده، لازم تفصل، لازم تفصل يوم 2 3 اسبوع، اسبوعين بالكتير. تمام، يعني ما ينفعش تفضل مستمر سنه مثلا ما تقفش، مستحيل مستحيل. في الحاله دي يا شباب انت عندك اصلا ضغوط نفسيه في الحياه نفسها، فبالتالي الضغوط دي هتطلع على الرسم عندك فهتكرهه، فبالتالي لازم بالكتير توقف اسبوعين. الكلام ده للاشخاص او للفنانين اللي بيشتغلوا في الرسم يوميا، يعني مش اللي هم بيشتغلوا كل اسبوع مره ولا كل اسبوعين. يبقى دي تاني حاجه. تالت حاجه بقى وده المهم، لما تفصل، لما تقف اسبوعين زي ما قلت لك بالكتير قوي، اسبوع او اسبوعين، اسبوعين دي مش ثابته، يعني ممكن تقف 3 4 ايام، اسبوع اسبوعين، لما تقف وتخلص الفتره دي وتحس ان انت خلاص استرديت عافيتك كده، وطول الفتره دي طبعا انت متابع شغل على الفيسبوك، شغل الجروبات اللي انا قلت لك عليه، وبجانب الجروبات دي معلش اسف، وبجانب الجروبات ديت في برضو شغل انستجرام ممتاز جدا، في فنانين اجانب ممتازين جدا، انصحك برضو على انستجرام تتابع البيجات الكبيره بتاعت الرسم، هتلاقي عليها شغل جميل جدا برضو هيحمسك. لما تيجي ترجع بعد فتره التوقف اللي قلت لك عليها، اوعى ترسم لوحه كبيره، يعني ما تبقاش انت عندك ارت بلوك وموقف بقالك اسبوعين، ولما تيجي ترجع تقول هو ده انا هكسر الدنيا، تقوم راسم لوحه مثلا بحجم انتوا شايفينه ده متر في 70، مستحيل مستحيل لما ترجع ترسم حجم كبير زي كده، هتزهق وهتمل وهيرجع لك الارت بلوك تاني تماما، مش هتعرف ترسم لوحه كبيره. تمام، فاوعى تغلط الغلطه دي، اوعى لما توقف اسبوع ولا اسبوعين ويكون عندك ارت بلوك ترجع ترسم لوحه كبيره، اياك، عشان هتتعقد في عشتك. تمام يا شباب، خدوها نصيحه مني والله، كل كلمه بقولها انا مجربها على نفسي، وبرده مجربها على الطلبه اللي عندي في الكورسات، ما هو الطلبه اللي عندي برده بيجي لهم الحاله دي وبنصحهم والحمد لله بيجيب معاهم نتيجه. تمام يا شباب، حاجه تانية، لما تيجي برده ترجع بجانب انك ما ترسمش لوحه كبيره، ما تبداش ترسم بخامه بتاخد وقت طويل. طيب ايه الخامات السريعه اللي انصحك ترسم بيها؟ الفحم رقم واحد، الفحم اول ما ترجع ارسم فحم، الفحم خامه لذيذه جدا ما بتاخدش اي وقت. الكلام ده لو هترسم لوحه صغيره، يعني لو هترسم سكتش، السكتش عادي بقى ممكن ترسمه بالرصاص، ممكن ترسمه بالخشب، اي حاجه، بتكلم على السكتشات الصغيره، لو انت ممكن تجيب ورقه وقلم وتشخبط كده. تمام، فبالتالي لما تيجي ترجع تاني استخدم خامه ما بتاخدش وقت طويل، يعني خامه بتنجز عشان ما تزهقش. تمام، احنا كده بناخدها تدريجيا. ثالث حاجه، ودي من وجهه نظري الاخيره، لما تيجي ترسم برده، لما ترجع تاني من التوقف ما ترسمش بورتريهات، ابعد عن البورتريهات. تمام، ليه ابعد عن البورتريهات؟ في طبعها عايزه تركيز عالي، عايزه اللي انت بتبقى مركز طول الوقت تجيب نفس الملامح، الكلام ده كله، فانت في غنى عن ده دلوقتي. فانصحك لما تيجي ترجع ارسم طبيعه، مش طبيعه الصامته اللي هي القلل والفازات والكلام ده، لا، ارسم مناظر طبيعيه، روح حديقه بالسكتش والقلم بتاعك وافصل، افصل عن الدنيا كلها، افصل عن، اسمع مني الكلام ده مهم جدا والله، افصل عن الدنيا كلها، خد سكتش صغير والاقلام بتاعتك او الالوان بتاعتك، وروح ارسم شجره قدامك، ارسم منظر زهور، الكلام ده كله، اي حاجه قدامك، لو بترسم زيت ولا حاجه خد الستاند بتاعك وبرده روح جرب وارسم، الكلام ده كله هيساعدك او هيفتح نفسك للرسم تاني، هيسهل عليك الموضوع تاني. فاهمين وجهه نظري؟ دي كلها حاجات انا بعملها يا شباب عشان اكسر موضوع الارت بلوك، والحمد لله بيتفك مني. انا واحد من الناس يمكن اكتر واحد فيكم جالي ارت بلوك، لان انا حياتي زي ما قلت لكم كلها في الرسم، حياتي كلها في الرسم، فطبيعي بيجي لي عندي ضغوط نفسيه في حياتي وبيجي لي ضغوط نفسية في شغلي، فبالتالي بتأثر على موضوع الرسم عندي، بجانب ان انا برضه بشتغل اوردرات، مش كتير زي الاول بس بشتغل اوردرات، ودي لوحدها كفايه يعني. فالكلام اللي قلته ده مهم جدا، ولو عملتوا بيه ان شاء الله هيفيدكم جدا 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 والله، ده عن تجربه يعني. انا نزلت بوست على الفيسبوك اول امبارح تقريبا على البيج بتاعتي على الفيسبوك، قلت ايه اكتر مشاكل بتواجهك في الرسم؟ معظم او يعني 90% او 80% في الكومنتات بتقول الحاله النفسيه، الارت بلوك، الحاله النفسيه، الارت بلوك، الحاله النفسيه. يعني الفيديو ده ان شاء الله النهارده لو طبقته على الكلام اللي انا قلته ده
هيساعدكم جدا جدا والله، وعن تجربه. هنتكلم الايام الجايه عن موضوع الاوردرات المستمر ده، ازاي ما يوصلش بين الحال لما نرسم اوردرات كتير جدا اننا ما نزهقش، ونخش برده في موضوع الارت بلوك. هكلمكم عن الموضوع ده ان شاء الله في درس تاني قريب، واللي عنده اي سؤال برده يسال في الكومنتات تحت، او اي حاجه بيحس بيها كده اكتبوا لي مشاكلكم في الرسم، عشان هعمل لكم فيديوهات الفتره الجايه عنها ان شاء الله. وفي حاجه اخيره، انا زعلان منكم الفيديو بتاع امبارح محدش شافه، البشره بالباستل. انا عملت الفيديو تظليل البشره بالباستل، الفيديو ده كان مطلوب مني كتير جدا. ليه لما بعمل فيديوهات ما بتعبروهاش؟ مش فاهم. فالفيديو بتاع امبارح ده انا زعلان منكم انتم شفتوش، ارجعوا شوفوه تاني. اتمنى يا رب اكون قدرت افيدكم النهارده ان شاء الله. لو اي حد عنده مشكله تانية سيبها لي في الكومنتات تحت وهتابعها. حاولوا تشيروا الفيديو قد ما تقدروا من زر المشاركه اللي تحت الفيديو، عشان نفيد اكبر عدد من الفنانين، لان حاله الارت بلوك دي بتيجي الفنانين كتير جدا ما بيبقوش عارفين يعملوا ايه. شيروا الفيديو من تحت وابعتوه لاصدقائكم على الواتساب والفيسبوك والانستجرام. خلاص احنا قربنا نوصل على 100,000، عايزين بقى نشوف ال 50,000 ان شاء الله، وده طبعا بمساعدتكم. شيروا القناه على قد ما تقدروا يا شباب، شيروها في الستوري عندكم على الفيسبوك والانستجرام، عايزين نوصل باسرع وقت ممكن ان شاء الله. استنوا الفيديو جديد بكره ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.